أمطار يطول انتظارها، لكنها ما إن تهطل حتى تغرق في مياهها الأحياء والشوارع، وتتحول معها المدن إلى مستنقعات كبيرة. خلال اليومين الماضيين استمر هطول الأمطار الغزيرة على عدة مدن، منها صنعاء وحجة وحضرموت وتعز وغيرها، نجم عن بعضها وقوع أضرار في الممتلكات والمنازل. ففي بلد مثل اليمن تغيب فيه الدولة ويفتقر للبنية التحتية ووسائل تصريف مياه الأمطار، غالبا ما تكون الكوارث هي النتيجة الحتمية للأمطار الغزيرة. في سيئون بمحافظة حضرموت غمرت السيول شوارع المدينة وطمرت معظم المنازل العشوائية فيها، وحاصرت قرية التريس ما تسبب في نزوح الكثير من سكانها باتجاه الحوطة والمناطق المرتفعة. في ظل انقطاع تام للكهرباء وتشوش في خدمة الاتصالات حسب مواطنين. وفي صنعاء أيضا تسببت الأمطار الغزيرة بانهيار سور نادي ضباط الشرطة، وكذا تعرضت بعض ممتلكات المواطنين للأضرار، كما شهدت السائلة ارتفاعا كبيرا في منسوب السيول المتدفقة إليها، وهو ما جعل السلطات المحلية تنبه القاطنين قرب السائلة لتوخي الحيطة والحذر.